للناس بتوع الأحلام، أنا عندي حلم حلمته النهاردة، الله أعلم هو حلم ولا رؤية، بس محتاج رأي الناس فيه، واللي يعرف في الحاجات دي يكتب لي على الخاص. أنا قاعد أنا وأصحابي حوالي زي 5 أو 4 أو أكتر، والله يعني مش متأكد أو من الحلم، وقاعدين دايرة وفي تعبان اسود ماشي على الارض حوالين مننا، صحابي بيقولوا لي في تعبان اهو، نقول لهم مش هيعمل حاجه، وبعد كده لحد التعبان ما دخل عندي في رجل البنطلون هنا ماشي، قالوا لي ده التعبان دخل فيك، قلت لهم مش هيعمل حاجه، لحد التعبان ما وصل عندي بطني هنا وعمل دايره بجسمه وديله لسه باين من رجل البنطلون من هنا، جيت مادد ايديا من كده لمغزى يعني، وجيت ماسك التعبان وطلعته ماشي لحد فوق، لحد بس التعبان عبارة عن مية يعني تمسكه كده، انا منخاف من التعبين ماشي، التعبان ده اسود وعبارة عن مية، تمسكه يعني ايه، يعني ايديا بتمسك على بعضها وكأني ماسك كيس مية زي ما بنقول لكم كده، والتعبان اسود خالص ومليان زي مية، فطلعته ومسكته كده، بس هو ديله لسه عندي هنا، ديله لسه عندي يعني لسه ما طلعش من بقيته من بنطلونه وماسكه، وخلص الحلم على كده. يا ريت تفيدوني بالحلم ده، والله 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 هذا الكلام ده حصل، والكلام ده مش مقصود لحد، الكلام ده انا حلمت بيه النهارده الصبح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.